السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من ملعب البشير بالمحمدية. ومباراة يعني الجولة 18 من الدوري الاحترافي الإنويلي خالد غيجمع بعد قليل بين فريقي شباب السوالم الرياضي وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. على مستوى تقنيات الفار عبد الرحيم الخيز وهشام أي تعبو هما اللي غادي يقودوا تقنيات الفار خلال هذه المواجهة. المدرب التونسي فوز البنزرتي اللي غادي يحاول أنه لما لا تكون هي الانطلاقة الحقيقية بالنسبة لفريق الوداد خلال لقاء ومباراة إياب. شباب السوالم الرياضي الفريق المعدل في أسفل الترتيب مني بهزيمتين في بداية جولة الإياب، هزيمة أمام اتحاد طنجة 3-1 وأمام حسين أكادير بهدفين لهدف واحد خارج الميدان، مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية. هيثم البهجة من سينفذ محاولة لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لعبت كرة في الجهة اليمنى، فرصة خطيرة، تسديدة دائما خطورة، تدخل وإبعاد كرة من أيوب العملود، استرجاع كرة من منتصف الاحتمالي لعند أدي أغونيس. أغونيس هناك خطأ بالفعل، هناك خطا لفيده فريق الوداد، كانت فرصه تبعنا التسديده ديال اللاعب يونس الساخي داخل منطقه الجزاء. خروج بلالي نبا، تغيير كان اضطراري اسم فريق شباب سوالم. بدر قدرين حمد الهولي كان دعم الكره، فرصه خطيره خطيره، الهدف الاول خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، كيستغلوا محمد الخلوي الذي يضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي في الوقت اللي قلت بان الضغط كان قوي من فريق الوداد من اجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف. تابعنا خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، التمريره اللي تقطعت من طرف اللاعب محمد الخلوي. لاحظوا الهولي خدا الكره ولكن كان ضيع منه تصل لمحمد الخلوي يضع كرة في الشباك، هدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي. واكيد في 23 كان هزف نهائي امام الاهلي المصري، وهذا كلها كتبين قوه فريق الوداد وحضوره المتميز على مستوى المنافسات القاريه. ايوب العملود رفع الكره، فرصه دي فرصه، فرصه هدف، فرصه هدف، او هدف التعادل. زكريا دراوي يتمكن من وضع الكره في الشباك، فرصه كانت ممتازه من الجهه اليمنى، تمريره زكريا دراوي يضع الكرة في الشباك بعد تسديدة قوية. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهدف التعادل كيجي الدقيقة 31، وكذلك أكيد ردة فعل ديال فوزي البنزرتي بعد تحقيق هذا أكيد الهدف ومعانقة شباك الحارس هشام علوش. نتابع مرة أخرى أيوب العملود رفع الكرة تصل لزكريا دراوي، طريقة ممتازة صراحة باش حصر الكرة يسدد، وهدف التعادل لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي. هذا هدف ثاني حيمود، تمريره عند ايوب العملود. ايوب العملود شنو يعمل ايوب العملود؟ تنافس مع معاذ بحسين، فقد التوازن، استرجاع الكره من طرف لاعب معاذ بحسين وابعاد الكره فقط ليحيى جبران، ترجع الكره مره اخرى لمنتصر الاحتمالي. هذه فرصه لفيدات فريق الوداد عند اللاعب سيدي بونا عمر، حتى الكره يسدد فرصه، وتدخل تدخل الحارس هشام العلوش، تسديده ممتازه من طرف لاعب بونا عمر الذي يسدد، وتدخل الحارس هشام علوش كانت لقطه ممتازه واكيد بفنيات وبتسديده قويه. كذلك هشام العلوش يمكن قلنا استحضر كل امكانياته من اجل ابعاد كره شباب سوالم من الجهه اليمنى عند اللاعب محمد الخلوي، تدخل ممتاز لعبد الله حيمود كمرر في الوسط ليحيى جبران، نلعب الان الثواني الاخيره من الوقت بدل الضائع، والكره لفائده فريق الوداد. حمد الهوني 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 امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء، حمد الهوني دائما يحترم الكره، حمد الهوني رفع الكره في القائم الثاني ولكن بعيد شيئا ما على منتصر الاحتمالي، الحكم المساعد رفع الرايه وكيقول بان الكره تجاوزت خط المرمى وضربت مرمى لفائده فريق شباب السوالم الرياضي. الوداد يبحث على الحلول ولكن صافرة الحكم محمد البارودي تنهي اطوار هذه الجوله الاولى بالتعادل الايجابي، هدف لمثله بين الفريقين شباب السوالم الرياضي كان هو السباق للتسجيل. الذي سيبحث على الحلول الهجوميه ومحاولة استغلال الفرص خصوصا من طرف يعني سيدي بونا عمر وأديا غونيس كذلك حمدو الهوني. إذا تعطات انطلاقة ديال هذه الجولة الثانية، كرة طويلة، كرة بالرأس من زكريا الدراوي وشرط لفائدة فريق شباب السوالم الرياضي. مرة أخرى أيوب العملود ليحيى جبران، يحيى جبران
كرة في الجنوب سيف الدين بورا لعب الكرة داخل منطقة الجزاء تدخل الدفاع تصل لعبد الله حمود حمود من جديد لسيف الدين بورا هذه فرصة عند اللاعب الموريتاني فرصة ومرت جانبا سيدي بولا عمر كان بإمكانه أنه يوصل للشباك تسديدة قوية تمر أمام المرمى فرصة لفائدة فريق الوداد نتابع هذه الفرصة وهذه المحاولة اللي كان بإمكان الوداد أنه يسجل هدف ثاني فوز البنزرتي تابع يراقب المباراة تمريرة لحمد الهولي حمد الهولي شادي يعمل حمد الهولي تمريرة هذه فرصة لفائدة فريق الوداد تسديدة مشات فوق المرمى فوق المرمى من سيدي بولا عمر اللاعب والمهاجم الموريتاني هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة سنتابع من جديد حمد الهولي للموريتاني سيدي بولا عمر الذي يسدد كرة عبد الواحد حصي هي السعيدي التنفيذ عبد الواحد حصي لعبت الكرة دائرية فرصة والهدف الثاني هدف ثاني لفائدة فريق شباب أسوان مع الرياضي كرة التي غلطت الحارس يوسف المطيع وهدف ثاني لفائدة فريق شباب أسوان مع الرياضي من كرة ثابتة أعتقد عبد الواحد حصي هو اللي تمكن أنه يغير اتجاه ديال الكرة سنتابع مرة أخرى لعبت الكرة مباشرة بالفعل إذن عبد الواحد حصي من الركنية مباشرة من مساء أي لاعب الكرة تعانق الشباك وهدف ثاني لفائدة فريق شباب أسوان مع الرياضي لاحظوا يعني الحارس يوسف مطيع ما تمكنش من أنه يحصل الكرة واللي غلطته بالتالي عنقات الشباك يحيى جبران مرتد هجومي الان لفائده فريق شباب سوالم خطيره خطيره لشباب سوالم محاوله دخول داخل منطقه الجزاء والهدف الثالث هدف ثالث لفائده فريق شباب سوالم بواسطه يونس الساخي يونس الساخي يتمكن من وضع الكره في الشباك مرتدات الهجوميه السريعه واستثمار يمكن نقول بانه بعض الاخطاء على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد اذا يونس الساخي يتمكن من تسجيل الهدف الثالث سنتابع مره اخرى تمريره عند يونس الساخي كيبان غتكون هناك العوده لهذه التمريره هل كان يونس الساخي في وضعيه صحيحه والركنيه لفائده فريق الوداد بعض التحركات ديال اللاعبين تفتات الزاويه تدخل الكره الحكم ياخذ ضربه جزاء ضربه جزاء لفائده فريق الوداد تدخل والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد كي ضربه جزاء كتجي دقيقتين اذا الحكم سيستعين بتقنيه الفار اذا الحكم اعتقد بعد حديث مع عبد الرحيم الخيص وهشام ايتعبو الحكمين المتواجدين على مستوى تقنية الفار وتقنية الفيديو سيتابع اللقطة وسيتابع الصورة هل كان هناك لمس هل كان هناك خطورة هل هناك خطأ بالنسبة للاعب يونس الساخي على اسماعيل الحداد اكيد الحكم يتابع الصورة ويتابع هذه اللقطة تدخل ديال يونس الساخي من زاوية اخرى امام اسماعيل الحداد كذلك المدرب محمد بن شريفة يتابع المباراة إذا بعد متابعة الصورة حكم محمد البارودي محمد البارودي قول بأن هناك خطأ طرف اللعيب عدنان متقنة اسماعيل الحداد سيف الدين بورا اسماعيل الحداد ممتاز اسماعيل كيدخل داخل منطقه الجزاء ومراوغه ممتازه فرصه اسماعيل 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 ويتدخل هشام العلوش فرصه ومحاوله لاسماعيل الحداد امكانيات مهمه وكبيره مراوغه اولى والثانيه دخول داخل منطقه الجزاء يسدد وتدخل الحارس هشام العلوش اسماعيل الحداد نتابع مره اخرى هذه الفرصه وهذه المحاوله لاحظوا مراوغه ممتازه بطريقه اكيد يعني فنيه وكتبين امكانيات كبيره مشات كره في الجهه اليمنى هذه فرصه لفائده فريق شباب اسوالم عند اللاعب تميزو معطيه تميزو تغيير اتجاه الكره وتدخل يوبن عملود الذي يتدخل امام صلاح الدين اشاره مشات الكره لسيف الدين بورا انطلاقة ديال سيف الدين بورا على مستوى الجهة اليمنى والحكم يعلن على نهاية المباراة بفوز فريق شباب سوالم الرياضي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد هدف محمد خلوي عبد الواحد حسني ويونس الساخي فيما زكريا الضراوي سجل الهدف الوحيد لفريق الوداد